Welcome to the activity book, unit 1, countries. Exercise 1 عم بيقول read the text and do the tasks below. هون بدنا نقرأ النص كمان وبدنا نقوم بالمهام بالأسفل. عم بيقول citizenship المواطنة. طبعاً عم بيقول citizenship means to be a good citizen in your community. المواطنة تعني أن تكون مواطن جيد في مجتمعك. Following rules تتبع القوانين on helping people وتساعد الناس. A good citizens المواطنون الجيدون are kind لطيفون and helpful people وناس ودودون يساعدون أو يقدمون المساعدة. It isn't very difficult to be a good citizen. ليس من الصعب أن تكون مواطنا جيدا. رامز for example على سبيل المثال is a good citizen, هو مواطن جيد. He goes to school every day, هو يذهب إلى المدرسة كل يوم. رامز likes to read, يحب رامز أن يقرأ about the world, عن العالم. He learns about the history of different countries, هو يتعلم عن تاريخ الدول المختلف on their cultures وثقافاتهم. This way هذه الطريقة he can respect others, أو بهذه الطريقة he can respect others, بإمكانه أن يحترم الآخرين and take care of things ويعتني بالأشياء. رامز is very nice, رامز هو جيد جدا to everyone لكل شخص. He also helps all people, هو أيضا يساعد العجائز. At weekends في عطلة نهاية الأسبوع رامز does some voluntary work, يعمل بعض الأعمال التطوعية with his friends, مع أصدقائه. To protect the environment, لحماية البيئة. They pick up rubbish, هم يلتقطون النفايات in parks, في المتنزهات. And plant trees, ويزرعون الأشجار. We can all be good citizens, بإمكاننا جميعا أن نكون مواطنون جيدون. It feels great to make the world a better place. طبعا إنه شعور رائع أن نجعل العالم مكانا أفضل. Task A عم بيقول المهمة A, write true or false. عم نكتب يا صح يا خطأ. True صح ناخذ للحرف T, وfalse خطأ ناخذ للحرف F. عندي 1, it's difficult to be a good citizen. من الصعب أن تكون مواطنا جيدا. Two, we should learn about history and different cultures to respect others. علينا أن نتعلم عن تاريخ والثقافات المختلفة لاحترام الآخرين. Three, at the weekends في عطلة نهاية الأسبوع رامز plays video games with his friends. يلعب رامز بعطلة نهاية الأسبوع ألعاب الفيديو مع أصدقائه. For when we pick up rubbish, we help the environment. عندما نلتقط النفايات نحن نساعد البيئة. Five, making the world a better place helps us feel great. أن نجعل من العالم مكان أفضل يساعدنا على الشعور بالعظمة. طيب عندي تاسك بي عم بيقول read and fill in the spaces with these verbs. هون بدي كمان اقرأ وبدي ملي الفراغات بهي الافعال اللي شايفينها بالاطار. عندي protect يحمي, بي يكون, follow يتبع, learn يتعلم, do يعمل. We should نحن ينبغي. هون انا عندي جملة should, تمام. في عندي جملة should, we فاعل, should ينبغي ان, بدي يجي بعدها فعل, بدي يكون بالمصدر. خلينا نشوف شو الفعل اللي لازم يكون. عندي 1 فراغ good citizens, مواطنون جيدون. 2 فراغ some voluntary work in our community, بعض الأعمال التطوعية في مجتمعنا. 3 فراغ the rules and laws, فراغ القواعد والقوانين. اوكي, laws القوانين. 4 فراغ about the world around you, عن العالم حولك. 5 فراغ the environment, البيئة. Exercise 2 عم بيقول read much and write the nationality in the correct category in the chart. عم بيقول اقرأ سيل واكتب الجنسية في بالفئة من الجدول. عندي England 1, عندي England 2, كوريا 3, إيطالي 4, China A, كوريان B, Chinese C, English D, Italian. اوكي طيب هلا اللي نحن اضفناه لما عملنا الجنسيه منه I A N, تمام, بنحطه باول شيء بالجدول. اللي ضفناه ل A N بس
بنحطها بتاني جدول أو بتاني عمود. ESE بالثالث، ISH كمان بالعمود الرابع. أوكي، حسب كل جنسية إنه كيف شو بنضيف لها لحتى نغير، يعني بدنا نغير من الاسم الدولة للجنسية لهي الدولة. تمام. الاكسرسايز 3 هذا نشاط صوتي صفي، ما عم بتدخل فيه ابدا لانه هذا نشاط ضمن الصف وما بيروح ابدا وظيفي على البيت ابدا. تمام. اكسرسايز 4 براكتس سيميلر كونفرسيشن، هون بدنا نقوم بالتدريب على نفس هي المحادثه. وير ار يو فروم؟ اي ام فروم ايجيبت. واتس يور ناشوناليتي؟ ما هي جنسيتك؟ اي ام ايجيبشن. وات لانجويج دو يو سبيك؟ وي سبيك عربيك. هيك بتدرب عليها سؤال وجواب، تكرار تكرار وبصوت عالي. ان شاء الله نحكي المراية، نحكي الحيط، نحكي اي الكرسي اي حدا، المهم صوت عالي ونعرف انه هذا السؤال هذا الجواب لإله، وبعيد وبكرر بحكي ان شاء الله حكي الحيط ورد جاوب انا. تمام. المهم اني انا اسأل وجاوب بصوت عالي وكرر وعيد. اكسرسايز 5 هون كمان نشاط صوتي صفي، ما عم تدخل فيه ابدا، ما بيروح ابدا على البيت. اوكي. Exercise 6 عم بيقول write the sentences with pronouns. هون بدنا نعيد كتابة هاي الجمل مع الضمائر، بس هو مو محدد أي ضمائر، ممكن تكون subject pronouns يعني الضمائر الشخصية، وممكن تكون object pronouns يلي هي الضمائر النصب والجر. هلا عندي when Flona read about the continents، قرأت فلونا عن القارات. هو عامل لي example أول جملة، يعني حالل لي أول جملة. اول شيء انا عندي خطين تحت فلونا وتحت الكونتيننتس. فلونا اكيد هي، انا بدي يكون السبجكت بروناونز، لانه السبجكت بروناونز اللي هي ضمائر الشخصيه بتجي بمقام الفاعل، يعني اول شيء بالجمله. تمام. فلونا مؤنث فحطينا له شيء. ريد فعل بتضل مثل ما هي. اباوت ذا كونتيننتس، هون ذا كونتيننتس كونتيننتس حطينا محله ضمير اللي هو هون ضمير جر، يعني او من ضمائر النصب والجر يعني. تمام. اول شيء كونتيننس هي جمع، وهي جمع طبعا معروف غير عاقل يعني، بس للعاقل وغير العاقل نحن بنستخدم ذا. تمام. اذا صارت الجمله بدل فلونا شيء، ريد بتضل مثل ما هي. اباوت ذم، هون ذم اخذت محل كونتيننس. تمام. هلا تو ايف از كارينج موب، هلا ايف هون كمان عندي اياها سبجكت بروناون، فانا بدي احطها لانه هي طبعا مقام الفاعل، فانا بدي احط لها سبجكت بروناون ضمير شخصي، وهي بنت مفرده. سو شو بدي احط؟ هي ولا شي؟ از كارينج موب، هون موب كمان انا عندي اياها مفرد وغير عاقل. شو بحط محل المفرد غير عاقل؟ وانا عندي هون بعد فعل، يعني نص فعل بدي احط هون ضمير نصب او جر. تمام. وايف بنت، فاكيد بدي اختار شيء. طيب انا اماب هون شو بدي احط؟ اماب اول شيء مفرد، وثاني شيء هي غير عاقل. تمام. طيب عندي 3 بيتر از ليستنج تو ميز ليندا، كمان بدي استبدل بيتر بضمير شخصي. بيتر اسم صبي صح؟ هي ولا شيء؟ ميز ليندا كمان هو يستمع لميز ليندا او لي لها، هو يستمع لها لها. اوكي، اذا هون كيف بتصير لها؟ طيب فور ذا تيتشر اسكت هازم تو توك اباوت هيز كانتري، كمان ذا تيتشر بدي استبدلها بضمير شخصي. اشتغلوا اشتغلوا يعني، لا اشتغلوا اذا كان صح وان كان غلط ولا شو مين كان، مهم انكم تشتغلوا، وعند الاستاذ بتشيكوا على بشوفوا اذا صح اما خطا، والخطا كثير بيعلم على فكره اكثر اسا من الصح. Five some students are telling my friends and me about their countries، كمان some students انا بشو بستبدل لما ضمائر الشخصيه؟ telling my friends and me، يخبرونا about their countries عن بلدهم. اذا يخبرونا نا نا لمين راجعه؟ ضمائر النصب والجر. رجعوا على القاعده. Exercise 7 read these sentences and match، اقرا هذه الجمل وصل. When London is the capital city of England، لندن هي العاصمة انجلترا. fact ولا opinion، هي حقيقة ولا رأي؟ وصلوا. To Australia is surrounded by water، تحاط استراليا بالماء. fact ولا opinion؟ 3 it's fun to visit different countries، من الممتع ان تزور دول مختلفة.
Fact ولا opinion؟ سلو. For the official language in Syria is Arabic. اللغة الرسمية في سوريا هي العربية. Five, my country is very beautiful. بلدي جميل جدا. Fact or opinion؟ Exercise 8 عم بيقول write about your country or a country you would like to visit using facts and opinions. كمان هون عم بيقول لك اكتب عن بلدك او بلد انت تود ان تزوره مستخدما الحقائق والاراء. تفضلوا، فيكم تستخدموا جمل على فكره صياغتها من النص او من اي جمله موجوده بالدرس، وتصيغوها وتغيروا بس شوي بالكلمات، واعملوا بحث واستخدموا قاموس. اوكي okay.